وستين. سنغافورة بالمناسبة 763 كيلومتر، سينا 61,000 كيلومتر. يعني سينا تعمل 80 سنغافورة، سنغافورة 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 80 سنغافورة، تمام؟ نشوف الناس هناك عملوا ايه ونتعلم منها. ما هو فايدة الزيارة زي السفر كده، سبع فوائد من ضمنها خبرات، احتكاك، عناية، تشوف عناية، تشوف ال زيارات بعناية فائقة، استفيد من الراجل ده ايه، الناس دي عاوزة مني ايه، انا اقدر اخد منهم ايه، احنا محتاجين ايه، محتاجين ايه، وهم محتاجين ايه، ونشوف الليلة ايه. طيب سنغافورة استقلت سنة 63، عملت اتحاد سنتين اتنين مع ماليزيا، من 65 ده بقت دولة مستقلة لوحدها. من 65 للنهاردة بنتكلم في 50 سنة، لم يقوم رئيس مصري بزيارة دولة سنغافورة من 50 سنة. من يوم استقلال ده أول قدم مصري ينزل في سنغافورة، رغم أنها دولة متقدمة. إنما ماشي، سنغافورة متقدمة في ثلاث حاجات، هي الأول في العالم، الأولى في العالم، التعليم، النقل البحري بالكامل، وهنقوله إيه، إدارة المياه. سنة 2006 وقف رئيس أمريكا جورج بوش اللي هو كان الابن اللي كان بيقوله عبيد ده، قام قايل إيه؟ أمريكا دولة في خطر. ليه؟ أمريكا طلعت الرابع وسنغافورة طلعت الأول في ترتيب التعليم. أمريكا الرابع، سنغافورة الأولى، يبقى دي لازم نشوف الناس دي بيبيعوا إيه وناخد منها. طبعا نشوف بيعملوا إيه، بيبيعوا إيه، يعني نتعلم، ما فيهاش حاجة. سنغافورة الدولة الأولى في النقل البحري، اللوجستيات وإدارة المواني اللي موجودة والحاويات اللي احنا محتاجينها الوقت، اللي هو الشغل اللي انت عاملها، اللي انت عملتها يوم الخميس 6/8/2015 بالظبط. مش كده؟ احنا فتح قناة السويس دي عبارة عن ايه؟ بمية. مش كده؟ المية دي بيمشي فيها مراكب، المراكب دي شايلة حاويات موجودة. المراكب دي تقف على الميناء، تماما تقف على المينا. بالمناسبة فيها أقول لحضرتك حاجة، وليه الزيارة دي كانت مهمة جدا. الحاجة الثالثة بس إدارة المياه، سنغافورة ما فيهاش مية حلوة خالص خالص، كلها ملعة، اللي هي مية البحر دي واحد، اتنين مية الصرف الصحي. هم وصلوا بتكنولوجيا هناك ان مية الصرف الصحي يتم تنقيتها تطلع أحسن من المياه المعدنية، دي نمرة واحد. تحلية المية البحر أرخص من إزازة الحاجة الساعة عندنا، ارخص من المياه المعدنيه، تمام. طيب مصر دخل على ازمه في المياه اكيد مع اثيوبيا، وفي خناقه ولبش، واحنا عددنا بيكبر والناس وكده والليله بالظبط كده، تمام. طب نستفيد منه ايه؟ انت عندك على الاقل 22 ل 25% من مياهك تطلع صرف صحي، 20 22% يطلع صرف زراعي موجود. طب ما انا الميه دي اقدر انقيها، يبقى انا زودت ال 50%، ال 55 مليار، يبقى انا كاني زودت 25 مليار حصتي لو انا خدت التكنولوجيا بتاعتهم وعملتها. طب سينا النهارده انا جاي اعمر 61,000 كيلو و14 كيلو 14,000 كيلو اللي هو الثلاث محافظات بورسعيد والاسماعيليه والسويس، يعني 75,000 كيلو انا عاوز ازرعها وعاوز اصنعها وعايز هناك الناس يشربوا وياكلوا ويستحموا ونهيص ونعمل مش كده؟ طب ما انا حل مياه البحر بالتكنولوجيا الرخيصة واستفيد بيه. طب تستخدمها للشرب والاستخدام الادمي، ادمي واحسن، بقول لحضرتك احسن من المعدنية وارخص من المعدنية. احنا عندنا كم بحر؟ عندنا البحر المتوسط والبحر والبحيرات اللي موجوده مش كده؟ والبحر ما بيخلص موجوده مش كده؟ والبحر ما بيخلص. يعني انا قصه ان يبقى عندي ازمه في الميه خلال 10,000 سنه اللي جايين، شكرا ميرسي. سنغافورة متقدمة في ثلاث حاجات، هي الأول في العالم، الأولى في العالم، التعليم، النقل البحري بالكامل، وهنقوله إيه، إدارة المياه. سنة 2006 وقف رئيس أمريكا جورج بوش اللي هو كان الابن اللي كان بيقوله عبيد ده، قام قايل إيه؟ أمريكا دولة في خطر. ليه؟ أمريكا طلعت الرابع وسنغافورة طلعت الأول في ترتيب التعليم. أمريكا الرابع، سنغافورة الأولى، يبقى دي لازم نشوف الناس دي بيبيعوا إيه وناخد منها. طبعا نشوف بيعملوا إيه، بيبيعوا إيه، يعني نتعلم، ما فيهاش حاجة. سنغافورة الدولة الأولى في النقل البحري، اللوجستيات وإدارة المواني اللي موجودة والحاويات اللي احنا محتاجينها الوقت، اللي هو الشغل اللي انت عاملها، اللي انت عملتها يوم الخميس 6/8/2015 بالظبط. مش كده؟ احنا فتح قناة السويس دي عبارة عن ايه؟ بمية. مش كده؟ المية دي بيمشي فيها مراكب، المراكب دي شايلة حاويات موجودة. المراكب دي تقف على المينا، عايزة صيانة، تماما.
تقف على المينا. بالمناسبة فيها أقول لحضرتك حاجة، وليه الزيارة دي كانت مهمة جدا. الحاجة الثالثة بس إدارة المياه. سنغافورة ما فيهاش مية حلوة خالص خالص، كلها ملعب اللي هي مية البحر دي. واحد اتنين، مية الصرف الصحي. هم وصلوا بتكنولوجيا هناك ان مية الصرف الصحي يتم تنقيتها تطلع احسن من الماء المعدنية. دي نمرة واحد. تحلية المية البحر ارخص من ازازة الحاجة الساعة عندنا، ارخص من الماء المعدنية. تمام. طيب مصر داخل على أزمة في المية أكيد مع أثيوبيا، وفي خناقة ولبش، وإحنا عددنا بيكبر والناس كده والليلة بالضبط كده. تمام. طب نستفيد منه إيه؟ أنت عندك على الأقل 22-25% من مياهك تطلع صرف صحي، 20-22% يطلع صرف زراعي موجود. طب ما أنا المية دي أقدر أنقيها، يبقى أنا زودت 50%، 55 مليار، يبقى أنا كأني زودت 25 مليار حصتي لو أنا خدت التكنولوجيا بتاعتهم وعملتها. طب سينا النهاردة أنا جاي أعمر 61,000 كيلو و 14 كيلو اللي هو الثلاث محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، يعني 75,000 كيلو أنا عاوز أزرعها وعاوز أصنعها وعايز هناك مصانع وناس يشربوا ويأكلوا ويستحموا ونهيص ونعمل مش كده. طب ما أنا حل مياه البحر بالتكنولوجيا الرخيصة واستفيد بيها. طب تستخدمها للشرب والاستخدام الادمي، ادمي واحسن. بقول لحضرتك احسن من المعدنيه وارخص من المعدنيه. ما احنا عندنا كم بحر؟ عندنا البحر المتوسط والبحر الاحمر والبحيرات اللي موجوده مش كده، والبحر ما بيخلص. يعني انا قصه ان يبقى عندي ازمه في الميه خلال 10,000 سنه اللي جايين، شكرا مرسي لو انا خدت التكنولوجيا وتعلمت منها. اللي جايين بقى في وزارة الزراعة مثلا، بس اسرع عشان ما فيش وقت. ربع وزارة ساعة. الزراعة عاوزين ناس عندها رؤية. يعني ايه؟ تعال يا عم انا النهاردة لازم ارجع ربع. الحاجة بتاعت لي، الحاجة بتاعت اللي كانت موجودة في زراعات اللي كانت عند مصر موجودة، كانت اقدر اعمل اكتفاء ذاتي للقمح في مصر. نعم نعم نعم. وهات لي اعظم خبرة في مصر واعظم وزراء زراعة اللي يقول لا، احط صبعي في عينه وعين اللي جابوه. بقول لحضرتك مصر تستطيع ان تكتفي ذاتيا من القمح خلال 36 شهر. اللي يقول غير كده جاهل جاهل. يا جاسوس. مواصفاته انا عندي 25 صومعه اعملها، 50 صومعه اعملها، صومعه 50 مليون 2 مليار ونص، انا وفرت 30% من القمح المهدر اللي موجود. عندي حضرتك سلاله منتقاه تبقى موجوده ازود حصيله القمح اللي موجود. اقول للفلاح انا هشتري منك بالسعر العالمي بدل انا بديله مصري في الاخر المنقل وبتاع لا وبديله بالفلوس المصري بدل انا ما اروح اجيبها بالدولار اللي انا ما معيش، انا بديله بالفلوس لمؤاخذه اللي انا طابعها عند في شارع الهرم في المطبعة بتاعت المشكلة. يبقى ده خلصت. اكتفي ذاتيا من 5 محاصيل. القمح لازم اكتفي ذاتيا. الفول، وبالمناسبة الفول ده خلال 12 شهر، 18 شهر تكون اكتفيت من الفول. والعدس مصر تستورد العدس اللي كان يقولك العدس ده اسناوي مش كده يا فندم؟ مش كنا زمان عدس لفر ده عدس اسناوي هاتوا يجي الناس من بره مش كده؟ انا النهارده استورد القمح بتاعي من العدس بتاعي من وسوريا. سوريا اللي فيها حرب وخناقه ولبش وناس، لحد دلوقتي انا بصدر منه بستورد منه. استورد منهم انا المشمش اللي ده كان يقول لك ايه الكلام ده في المشمش. قريه العمار اللي منها بالمناسبه صلاح هلال، صلاح هلال ده من قريه العمار في العليوبيه اللي فيها المشمش موجود، اللي كان فيها مصانع تعمل قمر الدين، اللي وقف المصانع وقف زراعه المشمش وقف الكلام دوت، وقعد بقى ما مش فاضي قاعد يعد في فلوس سبحه جايبها 1-2-3 صلاح هلال اللي اتمسك مش فاضي يعني مش كده. يبقى انا اعمل اكتفاء ذاتي من دوله المحاصيل اللي موجود عندي. ده نمره 2. جميع الترع والمصارف اللي في مصر ازرع على الاقل 100 مليون شجره توت عليها. امتصيت الزباله اللي موجوده في المصارف وميه الصرف الصحي، طلعت توت، عملت انتاج حرير. انتاج الحرير ده على مستوى العالم 36 مليار، اقدر انا اخش ب 50% منه. تمام. ده كلام محترم.